هناك العديد من الأطفال الذين يكبرون في عائلات لا يجوز لهم فيها اختيار الشخص الذي سيحبونه. قد يتعلق الأمر بأن الوالدين يريدون التحكم بالخلفية العرقية أو الديانة أو جنس الشخص الذي يريد الطفل العيش معه. كما يوجد أطفال لا يجوز لهم اختيار أصدقائهم ولا يجوز لهم اتخاذ القرارات بشأن الملابس التي سيرتدونها وماذا سيفعلون في وقت الفراغ أو ما هي الدراسة التي سيختارونها. بعض الوالدين يريدون التحكم برأي الأطفال وبالديانة التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها. قام باحثون بسؤال طلاب في الصف التاسع وفي المدرسة الثانوية لمعرفة مدى انتشار سوء معاملة الأطفال، أي عندما يؤذي الكبار الأطفال. غالباً ما يتعرض الأطفال الذين لا يجوز لهم اختيار شريك حياتهم إلى أنواع مختلفة من سوء المعاملة أكثر بكثير من الأطفال الآخرين. لا يجوز لأي شخص ضربك أو ركلك أو شدك من شعرك، تهديدك أو إيذاءك بالكلام، إجبارك على المعانقة أو التقبيل أو ممارسة الجنس. وينبغي أيضاً ألا تحتاج إلى مشاهدة شخص آخر يتعرض للأذى، فإنها من مسؤولية الكبار أن تحصل على ما تحتاجه. الطلاب الذين لا يجوز لهم اختيار شريك الحياة، أي الشخص الذين يريدون مشاركة حياتهم معه عندما يصبحون كباراً، تكون حالتهم أسوأ بكثير من الأطفال الآخرين. ويحدث غالباً حين ذاك أن يقوم ذلك الشخص بإيذاء نفسه وأن يفكر بالانتحار. وظهر أيضاً أن طفلاً واحداً من كل 5 من هؤلاء الأطفال كانت حالته سيئة لدرجة أنه حاول الانتحار. لا ينبغي أن تكون الأمور على هذا النحو. يحق للجميع اتخاذ القرار بشأن اختيار الشخص الذي يريدون أن يعيشوا معه. لا يجوز لأي شخص إيذاء أو تهديد أو إهانة الآخرين. يجب على الجميع احترام ذلك. عندما يقوم شخص ما بإيذاء طفل فيجب أن يتوقف ذلك. إذا كان كباراً يسيئون معاملة طفل في المنزل فيجب على الكبار الآخرين منع ذلك. يمكن لجميع الكبار الذين يعملون مع الأطفال واليافعين مساعدتك في الاتصال بسوسيال شنستون، وهم يحاولون ضمان ألا يعود إيذاءك، وبإمكانهم مساعدتك لكي تحصل على الدعم. إذا قام شخص ما بإيذائك فيمكن أن يعتبر ذلك جريمة. على سبيل المثال سوء المعاملة أو التهديد أو الاعتداء الجنسي، تقوم حينها بوليساً بالتحقيق في الجريمة، ويوجد ضباط شرطة اختصاصيون يتقنون الحديث مع الأطفال بالذات، وقابلوا عدداً كبيراً من الأطفال الآخرين الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة. في حالة حدوث عنف أو اعتداء أو إذا كان شخص ما في خطر، اتصل هاتفياً بالرقم 112. أتريد البلاغ عن جريمة إلى بوليساً؟ اتصل هاتفياً بالرقم 11414 أو اذهب إلى مركز الشرطة. أتحتاج أنت أو صديق لك إلى حماية ودعم؟ اتصل بسوسيال شنستون في بلديتك. يوجد هنا المزيد، يمكنك الاطلاع عليه. إذا كنت لا تريد الإفصاح عن هويتك فيمكنك هنا الحصول على أسئلة وعلى أجوبة وعلى الدعم. إذا قام أحد بإيذائك فلك الحق في الحصول على المساعدة.